معانا أستاذة أم حنين. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير والله. أنت الموضوع اللي أنت حضرتك بتتكلم عنه ده جوزي بالظبط، بقالي 23 سنة يعني بعاني معاه. طيب يا فندم، ما بيصرفش عليا ولا مليم، ولا أنا والأربع بنات. تعبت منه، وتعبت من تصرفاته، وتعبت من كل حاجه فيه. بشهد ربنا وانا قلت له ان انا مش عايزاك وبكرهك، عشان يوم القيامه لما ربنا يسالني ما بيحفظش في القران الا الايات اللي تسند. يعني لو امرت المراه ان تزوج لغير الله لسجدت لزوجها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب يعني هو بيقول لك لا يكلف دي الايه، وبعدين بينقل الحديث اللي هو لو كنت امرا احدا ان ازجد لاحد، فبيستشهد دايما بالايه دي وبالحديث ده. ايوه. طيب دعوه بناتي، ولا بتعليم بناتي، ولا بجهاز بناتي. ده من اول سنه اتجوزته فيها ده؟ من اول سنه. وبابا كان بيقول لي اعتبريه عيل، يعني عيل من العيال واللي ينقصك عني. بابا مات وبناتي كبروا. الله يرحمه. بناتي كبروا، لسه مجوزه واحده واللي في كليه واللي في ثانويه عامه. بناتي كبروا والحلم اتقال عليا. انا كنت بشتغل في المصانع، دلوقتي انا مرضت ما بقتش اقدر اشتغل. ربنا يديك يعني الصح. أنا لو تعبانة بكشف على نفسي، أنا عايزة أعمل إيد غضاريف في ظهري، ما مش بتحرك. أنا لو معيش فلوس أنا بتمن مريضة لغاية ما حد يبعت لي فلوس أكشف. طيب حضرتك سؤالك يا أم حنين، تعملي إيه في الموقف اللي أنت فيه ده؟ أنا تعبت منه، تعبت من تصرفاته. طيب أنا وضربوا فيا، كل واحد بيتزاح مراته، إحنا مش من الشارع ولا اهالينا من الشارع، كل واحد يديله لاب مراته، شايفه بيته ومربيه له عياله، كل واحد يديله، كل واحد هيقابل وجه كريم يديله لاب مراته. طيب مش عايزها يسيبها، مش هو يضايقني عشان اسيب الشقه او يعني او اسيب عيالي، اروح فين باربع بنات؟ امشي بيهم فين؟ انا اكلمه يا ام حنين، انا حاضر اكلمه. بصوا يا جماعه بس عشان نبقى فاهمين، حكايه لا علاقه لا بعند ولا نتكلم بصراحة، يعني نتكلم بصراحة، الحكاية دي لا ليها علاقة لا بعند ولا ليها علاقة عملت فيك إيه ولا أي حاجة. إيه اللي مش هيصرف على بيته وهو معاه فلوس ما بيصرفش عليها؟ دي مش رجولة، دي مش رجولة. يعني الرجولة هو أن يستطيع الإنسان أن يحمي أهل بيته من الفتن، لكن هو يبقى معاه فلوس ويصرفها على نفسه وأهله بيتعرضوا للفتن، دي مش رجولة ولا إن هي ما تستحقش. لا، هو في الحقيقة في بعض الناس ما يستحقوش بعض الأوصاف اللي هي في الحقيقة أوصاف شريفة لازم نتحمل قيمتها. أي حد يا سادة هيعرض بيته الفتنة فده نقص مش زيادة. يسميه بقى هو بيعاقبهم ما بيعاقبهمش، لا، الراجل مش بانه يقدر يعاقب، الراجل بانه يقدر يحمي. الراجل زي ما حضره النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واول ما يسال عنه العبد ما استرعاه الله. اول حاجه هتسال عن عيالك، مش هتسال عن اصحابك بالمناسبه، مش اول حد هتسال عليه اصحابك، ولا اول حد هتسال عليه مزاجك، او اول حد تسال عليه ان انت مروق نفسك ولا لا. أول حاجة هتسأل عنها أهل بيتك. عارفين أنا بتكلم كده ليه؟ إحنا تعبانين، المجتمع تعبان، وأنا عندي في الإرشاد الزواجي بشوفه ياما، البيوت بتئن من إيه؟ من قلة منسوب المسؤولية وزيادة الاعتمادية. ومحدش يقول لي مش هم عايزين الاستقلالية ويثبتوا ذواتهم، حتى هم لو عايزين كده، بس احنا هنثبت ان احنا رجالة، وبنثبت ان احنا بنتبع سنة رسول الله. هي لما تكسب قرش تبقى عشان هي كمان تسعد بيه، مش هي تكسب قرش اروح انا شايل ايدي من البيت، وكمان مش شايل ايدي من البيت بس، ده شايل ايدي من الابوة كمان، فما يبقى ليش دور مع اولادي. لا، ده ما يرضيش ربنا. اتقي الله. يعني الكلام مش لحضرتك، الكلام لكل من يفعل ذلك. الاعتمادية مش هتدخلك الجنة، ان انت تعتمد على حد تاني ان هو يقوم بدورك، ده مش هيدخلك الجنة. اللي هيدخلك الجنة من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خليك صادق، خليك صادق في زوجيتك، خليك صادق في أبوتك، هو ده اللي هيدخلك الجنة. وربنا أمرك أن أنت تكون مع الصادقين، وإن شاء الله بس انوي أنت، بس انوي وربنا هيعينك، والله انوي وربنا هيكتب لك المدد، انوي وربنا هيغير لك اللي في نفسك، بس انت انوي. عارف انوي ديت وتبقى عايز؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير اللي في نفسك ده وهتشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيصلح ذات البين بينك وبين زوجتك.